السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو مهم جدا بخصوص القرآن الكريم. الموقع اللي أنا هشرحه النهاردة هو تنزيل دوت نت، اسمه تنزيل من رب العالمين. وأهم حاجة عندي في الشرح ده هو موضوع الترانسليشن. أنت بتجيب الصورة اهي وبتجيب الترجمة من هنا، بترجم لك كل الصفحة أهو، الفاتحة كلها مترجمة باللغة اللي انت عايزها. يعني هنا انت بتختار اللغة اللي انت عايز تترجم ليها، في داتش، صيني، انجليزي، كل دي لغات ممكن تترجم ليها. طيب انا مش عايز اترجم كل الصفحة، عايز اترجم بس الآية الآية آية آية كده. ماشي ماشي اهي، بمشي على الآية، بنور الآية، بيطلع لي الترجمة بتاعتها ما شاء الله، بيطلع لي الترجمة بتاعتها بالإيه، يعني هي دي مش ترجمة، يا شرح للآية، لأن طبعا ترجمة القرآن ده شيء ما حدش توصل ليه، فهي إيه الترجمة بتاعت، حتى هما كاتبين عليها ترانسليشن يعني ترجمة. ترجمة بقى انجليزي او اي لغة من اللي حضراتكم شايفين عليها ديت كلها، عايزين بالعربي اللي هو تفسير الميسر اهو. طيب انا عايز ايه، صندوق كده جنبي لما امشي على الآية يقوم يجيب لي ايه الترجمة كده، ماشي، او هنا على الشمال يعني، او لما بس احط الماوس على الآية واضغط عليها يجيب لي ايه ترجمة الآية دي. بصراحة ده أهم حاجة في الموقع ده، غير طبعا القراء. اهدنا الصراط المستقيم. طب عايز قارئ تاني المطرود؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الترجمة بتاعت الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. عايز أوقفه وأشوف الترجمة أهي، عشان هو مثلا بينقل من آية لآية بسرعة، فأنا عايز أعرف المعنى بتاع الآيات دي. إخوة إخواني وأخواتي الأعزاء، أرجو أن أكون أفدت حضراتكم، اللهم اجعلها لي صدقة جارية عندك يا رب العالمين. حضراتكم تشيروا الفيديو، اللينك بتاع الموقع ده هسيبه لكم تحت الفيديو، طبعا الضغط على علامة الإعجاب ده مهم لأي حد بيعمل فيديوهات في اليوتيوب، علشان اليوتيوب بيراقب القنوات اللي شغالة المفيدة للناس اللي الناس بتشوفها دايما وترجع لها، بيقيم القناة من كده يعني. طبعا الاشتراك سبسكرايب وتفعيل الجرس اللي جنب كلمة سبسكرايب اللي هي الحمراء اللي على اليمين تحت، ده شيء مهم جدا عشان يجي لحضرتك اي فيديو انا بعمله في المستقبل. وجزاكم الله كل خير وجعله في ميزان حسناتكم ثقيلا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.